مين افضل مهاجم في مصر دلوقتي يا كابتن طلعت؟ افضل مهاجم. بص، انا حابب قوي مروان، يعني اشعر انه يعني مجتهد جدا. انا بتكلم عن المصريين. ايوه اشعر انه مجتهد بصوره كبيره جدا جدا. من يعني حرفيه المهاجم دلوقتي، حرفيه الاسترايكر صعبه جدا في ظل الضغوط اللي بتبقى عليه ايوه جدا، يعني من اصعب المراكز، وهو مطالب في الوقت الحاضر في ظل كسب الطرق الفرقة. انه يبقى يعني، وهو تحت الضغط ده انه يبقى كنترولر مسيطر وموزع. انت عارف انه انا دايما اقول للي بيلعب في الحته دي، كان زمان وقت ما انا كنت بلعب، يعني طبعا كان في كابتن شحتر اسكندراني هو البلاي ميكر، اللي كان زمان يقول لك في بلاي. النهارده مش عارف اسمها بلاي ميكر الى حد كبير، يعني مفتقده يعني. فانا بقول انه اللي بيلعب الفرقه دلوقتي هو الاسترايكر، لان هو اللي بيستلم ويحط ويطلع الناس وبعدين يلف ويروح. لو ما فيش استرايكر عنده القدره ان هو يستلم تحت ضغط ويطلع الناس في توقيت مناسب، فاعتقد انه سيكون هناك قصور هجومي في اي فرقه يعني. مروان عنده دي شويه، يعني عنده القدره. مروان عنده القدرة دي من وجهة نظر حضرتك.